هلو هلو كل حدا، ان شاء الله بتكونوا بخير. طبعا انتو عم تسمعوا لحلقة جديدة من بودكاست حب النفس الغير مشروط. صراحة اليوم الموضوع انا كتير بحبه، وصراحة عم بفكر انه ليه انا ما عم بركز عليه اكتر، لانه هو الاساس بكل العلاقات. انا بحس انه هو الاساس بكل العلاقات. طبعا اكيد انتو شفتوا من عنوان اليوتيوب، عنوان الحلقة من اليوتيوب، إيش هو الموضوع اليوم؟ هو عن الانفتاح العاطفي. الكل بيفكر إن الانفتاح العاطفي إنه هو بصير بين أي شاب وبنت، بس العلاقات العاطفية فقط، وهذا الكلام نو. الانفتاح العاطفي هو بصير على صعيد أي علاقة في الحياة، أي علاقة ممكن تتخيلوها. فالمفروض أركز عليه أكتر هذا الموضوع حتى تعرفوا وتميزوا إيش يعني الانفتاح العاطفي. طبعا هو بالإنجليزي معناها vulnerability، إذا بدكم تدوروا على الكلمة. بس تعالوا شوي نحكي عن الكلمة كترجمة. هلا لما أنتوا تدوروا عليها على جوجل ترانسليت أو على جوجل بشكل عام، الكلمة هتطلع لكم بمعنى إنه ضعف أو هش أو شيء غير حصين. بس بمنظوري أنا، بمنظور فاتنة، الانفتاح العاطفي هي قوة وما إلها مسمى إنه هي ضعف، بالعكس. فأنا حابة أحكي كتير عن الموضوع هذا، ورح أحكي عنه أكتر بالأيام الجاي، لأنه ما حسيت إنه أنا أعطيت حقه كفاية. والأغلب ما بيعرف شو يعني الانفتاح العاطفي. وطبعا عشان تكون بالصورة أكتر، مثل ما حكيت إنه هذا المصطلح لا يشمل العلاقات العاطفية فقط، بل يشمل كل العلاقات شو ما كان نوعها، شو ما كان شكلها. أوكي، بس أنا بدي إياكم تستخدموا المنطق أكتر. أوكي، لما بدكم تفهموا هذا المصطلح وتفهموا هذا الشيء، بدي إياكم تستخدموا المنطق أكتر وتعرفوا متى تكونوا منفتحين عاطفيا ومتى لا ومع مين. هذا أهم شيء. طبعا رح أعرف شو هي، ورح أحكي كيف وجوده بعلاقتنا مع الأشخاص بيأثر عليها بشكل إيجابي، وكيف عدم وجوده كمان بيأثر. فالمجتمع نفسه ترجمها على أنها ضعف، لأنه ما عندنا الثقافة اللي تخلينا نكون مثل ما إحنا. إذا إحنا كنا على حقيقتنا وكنا أصليين بتعاملنا مع الأشخاص، يعتبر هذا ضعف، يعتبر هذا أن أنت شخص مش واثق بنفسك. وهذا مش المعنى الحقيقي للانفتاح العاطفي. المعنى الحقيقي لإلها أعمق من هيك بكتير، هي عدم المثالية، إنه إحنا أشخاص مو كاملين أبداً. طبيعي يكون عنا صدمات ماضي، ألم، تاريخ عاطفي. طبعاً والتاريخ العاطفي رح أتطرق إله بحلقات تانية إن شاء الله، عشان تفهموا شو يعني التاريخ العاطفي، أو كيف يعني تاريخ المشاعر، كيف أنا يكون عندي تاريخ مشاعر. وطبيعي إنه إنك مريت بتجارب قاسية، وطبعاً إنه كمان طبيعي يكون عندك عدم أمان داخلي، اللي هو الخوف، الانسكيورتيز اللي احنا بنتعامل معها بشكل يومي. هذا الشيء طبيعي انه يكون، المو طبيعي انه ما يكون عندنا انسكيورتيز وغيرها كتير. وطبعا الكلمة نفسها هي انك تكون انت، من كلمة الانفتاح العاطفي، انه انت تكون منفتح جدا للأفكار والمشاعر الجاي من هذا كله اللي انا ذكرته. تكون منفتح أكتر على الأشياء اللي جواتك، على العمق اللي جواتك. فإذا أنت من الأشخاص اللي بتحاول تكون مثالي بشكل أو بآخر، اعرف أنك عم تهرب من حقيقة نفسك وبالشغلات اللي كونت شخصيتك هلأ. محاولة نكون مثاليين هي نفسها اللي رح تفصلنا عن حالنا. بالتالي لما ننفصل عن حالنا، ما هيكون في تواصل حقيقي مع نفسنا. واللي ما بيعرف كيف يتواصل مع نفسه، ما رح يعرف يتواصل مع ناس تانية. مفهوم آخر،
عشان أوسع نطاق مفهوم هاي الكلمة كتير. الانفتاح العاطفي هو تعبير عن نفسك بدون خوف مع الطرف الثاني، يعني الانسكيورتيز اللي جواتك انه تعرف كيف تعبر عنها بدون خوف، انه ما تكون خايف انه انت بتمر بشغلات معينة. والسبب الرئيسي لوجود الانفتاح العاطفي هو الحب الحقيقي اللي بيكون بين الطرفين. الحب هو اللي بيقدر يحتضنك لحتى تعبر عن الأجزاء اللي جواتك، مو ضروري تكون متشافية، لأن حكيتها كتير إنه ما في شفاء 100%، ما في شفاء 100%، يعني أنا مش هكون متشافي متجاوز شغلاتي كتير 100%، بالتالي إذا أنا مو متشافي 100% ما في مثالية. وهاد يعبر عن انه احنا انسان بشر مكونين من شغلات حلوة ومرة. فالاجزاء اللي جواتك اللي مو متشافية هي بحاجة لحدا يتقبلها لتعرف تكون انت على حقيقتك بالعلاقة. وعلى فكرة الانفتاح العاطفي ما بتطلب شغل كتير كبير، بس بتطلب شخصين عم بيسمعوا لبعض، عم بيفهموا بعض، عم بيشوفوا من خلال بعض من دون انتقادات وأحكام. انتقادات والأحكام اللي إحنا بنمسكها على بعض وبتخلينا دايما توقين إنه للمثالية، إنه نكون مثاليين عشان الأشخاص يتقبلونا، بدنا نكون مثاليين عشان الأشخاص يحبونا. فبنبعد كل البعد عن الأشياء اللي إحنا فعلا حابين انه الاشخاص التانيين يتعاملوا معها مثل ما هي. فمن اسمها انك تكون منفتح عاطفيا للشخص التاني، ولا عاطفة ناحية الاشخاص، يعني تقبل بعض من الرغم انه فيه عيوب، تقبل نفسك بالرغم انه فيه عيوب. اكيد الانفتاح العاطفي هذا ببلش منا إحنا، إنه إحنا نحتضن أول شيء الأجزاء اللي جواتنا، نحتضن ألمنا، الماضي، الخوف، كل هاي الشغلات نحتضنها ونتقبلها مثل ما هي، حتى نعرف كيف نتحرر من التحكم اللي بيجي من خلالها. بالتالي لما إحنا نتحرر من هذا الشيء، هيجي شخص بحياتنا هيعرف إنه إحنا مش مثاليين، هيتقبلنا مثل ما إحنا بكل شيء جواتنا، بكل شيء إحنا بنحمله على ظهرنا وماشيين فيه. وأنا عم بحكي عن الموضوع صراحة من تجربة فعلا أنا بعيشها مع صديقة لإلي. كل مرة بحس بشي وحابة أعبر عنه بلاقيها هي البيت المفتوح لإلي، دايما البيت اللي بيحتضني، اللي بيرحب بكل شيء جواتي. خلى الانفتاح العاطفي اللي بينه وبينها، خلى في ارتباط عميق، خلى مساحة انه تقبل فيها بعضنا. مو ضروري انه انا وياها نكون نفس الافكار، مو ضروري انا وياها نتحد على نفس النظريات، بس في شغلات خلتنا نكون انا وياها على نفس الايقاع، نمشي على نفس الريثم. فكون عنا ارتباط عميق أعمق من رأي، أعمق من فكرة أنا وياها متشاركين فيها، خلانا نكون مستعدين إنه نقدم كل شيء لبعض، لدرجة صرنا نشوف خسارتنا نجاحاتنا بالحياة واحدة مثل بعض. فاللي بدي أوصله إنه شخصين بيكونوا لبعض الأمان لحتى يخلقوا ترابط عميق بعيدا عن المثالية، بعيدا عن التزييف. الانفتاح العاطفي بيخلق الثقة بين أي طرفين، والثقة هي مفتاح العلاقات الناجحة. باي ذا واي، هو الشيء اللي بعطينا شعور الانتماء، إنه إحنا بننتمي لمكان، وتشوف وقتها إنك فعلا كافي، تشوف إنك فعلا تستحق الحب والمودة والسعادة رغم عدم مثاليتنا. رح يخلي أي شخصين يعرفوا كيف يتعاملوا بالأبس والداونز اللي بصير بالعلاقة. هلا أنا ما بنكر إنه إحنا بمجتمع أو إحنا ببيئة إن خلقنا فيها إنه التعبير عن النفس أو التعبير عن المشاعر هي شيء عيب،
أو ما بصير الناس تشوف ضعفك، ترجموها على إنها ضعف مش قوة. فكتير منا صار إنه يكبت مشاعره، كتير منا صار ما يبين حزنه حتى لا أقرب الناس لإله، إنه آه منيح أنا تمام أنا كويس، وبيكون جواته معركة 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 كاملة عم بتصير جواته، لأنه مو قادر يحكي لحد اللي جواته، خايف إنه يستغل ضعفه، خايف يستغل ألمه، خايف يستغل الخوف اللي جواته، وهذا كتير صعب. فبالتالي إحنا صار عنا شعور الوحدة، كون عنا شعور الوحدة من وراء هاي الشغلات، بيكون في إنه أنا متأكد إنه إذا أنا حكيت للشخص اللي شيني عم بمر فيه مش هيفهمني، مش هيسمعني، بالعكس هينتقدني، هيحكم علي، هيشوف إنه أنا مش مثالي. فتربينا إنه لازم نضل الشخص القوي، أو بالأحرى لازم تمثل إنه أنت شخص قوي اللي ما بتأثر بشي، ما تنزل لك دمعة، والابتسامة لازم تضلها عريضة على وجهك. هاد أكترنا تربينا عليه. فصرنا بالعلاقاتنا مع بعض، إذا شخص عم بمر بشي صعب أو عبر عن شي هو مر فيه، البعض بيكون مخدر ما في شي يعمله، أو البعض الآخر بيستغل هاي النقاط لصالحه حتى ياخد اللي بده إياه. فصرت أشوف هلأ الجانب اللي المظلم اللي كلنا بنتعامل معه، اللي بيسبب لنا الألم والتجارب السيئة والقاسية، إنه في استغلال عاطفي، إنه في احتيال عاطفي. مجرد ما الشخص شاف إنه أنت ضعيف بنقطة معينة بضل يكبس على هذا الزر، بضل يكبس على هذا الزر حتى يتلفه. فبيكون في أذى من الطرف الثاني، أو بيكون في عدم تفهم من الطرف الثاني، وهذا كلياته قلة وعي، قلة حكمة، وقلة إنه الشخص نفسه يكون هو متصالح مع نفسه، يكون هو متصالح مع الشغلات اللي مش مثالية، اللي مش متشافي منها. أنا ما بدي بتسجيلاتي كلياتها إنه أفرجيكم إنه أنتوا الضحايا. أنا ما بحب أركز على هاي النقطة، أنا بحب أحكي بموضوع أركز عليه أكتر، أوعيكم عشان تفهموا إيش الكونسبت منه بشكل كامل. أنا بحب إنه كمان تفهموا إنه إحنا كمان ممكن نكون إحنا اللي مش متصالحين مع شغلات كتير جواتنا، وبنسبب ألم لناس تانية. هذا مو معناها إنه إحنا أو غيرنا سيئين، بس إحنا أو غيرنا بيكون مش واعيين، بيكون ما في عاطفة اللي تحملنا وتقوي العلاقات بين أي طرفين. فأغلبنا ما بيعرف إنه الانفتاح العاطفي هو القوة نفسها اللي بيحفز الأشخاص إنهم يكونوا مثل ما بدهم بدون شعور بالخوف، وهو الشيء اللي ممكن يحفز الأشخاص أنهم يستخدموا العاطفة تجاه بعضهم لحتى يخلقوا ترابط عميق. فالانفتاح هو مش أنك تعيش طول الوقت بخوف أنه أنت تحكي عن الشيء اللي مريت فيه، أو تبين الأشخاص مين أنت. إحنا بنفكر أنه الفكرة نفسها أنه أنا أحكي عن كل هاد إشي بخوف، أكيد هيكون شيء بخوف، أكيد هتمر بتجارب عدم ارتياح، أكيد هتمر بمشاعر ضعف وخوف وتقل. بس بتعرفوا ليه؟ لأنه إحنا مش متعودين نحكي، مش متعودين نعبر، مش متربيين ببيئة إنه نكون إحنا نحكي شو اللي بدنا إياه. مبرمجين إنه لازم يكون في تزييف أكتر، لازم نكون مثاليين أكتر عشان يوصلنا الحب، عشان يجي الحب. وتجربتي الشخصية مو بس بعلاقاتي مع الأشخاص إني أكون منفتحة، الانفتاح العاطفي بنى ثقتي بنفسي أكتر، لأني صرت أعرف أكتر إيش بدي أو مين أنا، صرت أعرف أوصل أفكاري ومشاعري ومعرفتي حتى لإلكم. هذا اللي أنا عم بعطيه وأنا عم بعمله أو أنا عم بحكيه هون إنستغرام أو تيك توك أو أي مكان، هذا كلياته بسبب الانفتاح العاطفي. الانفتاح العاطفي هو يعطاني الشجاعة والقوة إنه أكون أنا بدون خوف، بدون ما أخاف إنه الشخص هذا يحكم علي، بدون ما أخاف إنه هذا الشخص هينتقدني. فأنا بعتبرها قوة حقيقية إنه فعلا أكون هيك، قوة إنه أحكي عن نفسي، أحكي عن الشيء اللي بدي إياه، أعبر عن كل شيء عم بيصير معي. وأنا بحكي لكم شغلة، هو مو سهل، مو سهل إنه أنت
بتحكي عن نفسك دائما، مو سهل انه انت تحكي عن صحتك النفسية، مش سهل ابدا. تحكي عن الشيء اللي مريت فيه، تحكي عن تجاربك، عن الشغلات اللي بتكتبها، عن الشغلات اللي بتحكيها، عن الشغلات اللي بتعبر عنها، مو سهل ابدا، لانه مو كل حدا رح يتفهم اللي مريت فيه. فالمفروض انه نعرف لمين نحكي، مين هم الاشخاص اللي مقربين لإلنا بنقدر نحكي لهم كل شي جواتنا. فننتبه على هاي النقطة كتير منيح، حتى ما تستغل من خلال الشغلات اللي جواتك. فالانفتاح العاطفي هو انك تطلع برا منطقة الراحة تاعتك، حتى تعرف تواجه شغلات كتيرة في حياتك، حتى يكون الامتنان والسعادة مكان في حياتك، حتى تعرف كمان مين الأشخاص اللي بدهم ياك وشايفينك فعلا مثل ما انت، بدهم ياك على حقيقتك انت. مش ضروري تعمل كتير جهد، مش ضروري تعمل كتير شغلات حتى هم يحبوك، او انه يوصل معك مرحلة انه تترجى حبهم، يحبوك مثل ما انت. انبطاح العاطفي مو هيك. بدي اختتم ببعض الكلمات هاي الحلقة، انه انك تكون ضعيف معناها انك ضعيف، وعادي لو كنت خايف من كتير شغلات او كنت مذعور حتى، لانه هاي الطريقة انك تعرف كيف تكون شجاع، كيف توقف لحالك، وعادي انك تكون وحيد، عادي انك تكون وحيد، لانه بيعلمك كتير شغلات عن حالك، بيعلمك انه انت ما تكون وحيد مع أشخاص هم بدهم ياك تكون وحيد مع حالك، وبيعلمك الانفتاح العاطفي كيف تحب حالك، وبيعلمك كيف تحب الآخرين، تعطيهم العاطفة اللازمة. وعادي تماما إنك يكون عندك شكوك أو أسئلة ناحية نفسك، وعادي تتألم، وعادي تمر بتجارب قاسية، لأنه هاي هي حياة الإنسان، هاي هي الحياة اللي إنه المش مثالية اللي إحنا بنعيشها. وعادي لو شلت، إيش يعني؟ مش نهاية العالم، معناها إنه شلت معناها إنه أنت عم تتعلم، عم تكتسب خبرة، عم تكتسب معلومات جديدة بتضيفها على معرفتك حتى تعرف كيف تتصرف في المستقبل. وعادي لو تكون حزين، عادي لو تكون زعلان، عادي لو تكون غضبان، عادي لو تكون سعيد، عادي لو عشت مشاعر ملخبطة كلياتها مرة واحدة، لأنه ما في قاعدة تحكي إنه أنت مش لازم تعيش كل هاي الشغلات مع بعض، ما في قاعدة، لأن الحياة هي لحظات، اللحظات بتتغير. وعادي لو سمحت حالك، عادي لو ما سمحت أشخاص أزوك، وعادي إنه أنت عم بتحاول تتصالح مع حالك، وعم تعترف بالأغلاط اللي أنت عملتها. بس الأغلاط هاي ما عم بتخليك أو بتحطك بمكان إنه أنت عم تجلد ذاتك أو بتلوم فيها، إنه أنت ليه مو مثالي، ليه عم بتعيش هاي الشغلات كلياتها. فاللي بدي أوصله إنه عادي تكون مو مثالي، عادي إنك تشعر، عادي إنك تحس، القوة والشجاعة هو إنك تكون منفتح عاطفيا لنفسك، إنك تسمح لنفسك إنه تحتضن عيوبك، تحتضن الأجزاء اللي بحاجة إنك تغوص فيها وتشوف إيش عم بصير هناك، الأجزاء اللي عم بتناديك كل مرة تحكي لك حبني، حتى لو أنا مش مثالي حبني، مش هتخسر شيء. الانفتاح العاطفي معناها إنه أنت إنسان، ما تنسى هاي الكلمة نهائي، ما تنسى أبداً إنه أنت إنسان، ومسموح لإلك إنك تعيش وتحس حتى لو مشاعر مو مريحة. بس الأهم إنه ما تفقد حقيقتك بس عشان انه انت لازم تكون مثالي خالي من اي الام او اي ماضي مزعج او من اي عيوب.
بالعكس، هذا ما بخليك إنسان، هذا بخليك رجل آلي. وأنا عم بحكي هاي الشغلات عشان أذكركم إنه في أجزاء جواتنا بحاجة إنه نحتضنها. فنهاية الحلقة لليوم، ديروا بالكم على حالكم، وإن شاء الله تضلوا دايما بخير. إن شاء الله تسمعوا كمان صوتي الأسبوع القادم، وديروا بالكم. باي باي.